الانتخابية طبعا في محافظة شرم الشيخ على أتم وجه لم ترصد غرفة عمليات المحافظة أي تجاوزات تعرقل سير العمليات الانتخابية، فالأمور تسير على ما يرام. الناخبين يؤدوا ويدلوا بأصواتهم بسهولة ويسر، ما رصدته غرفة العمليات من تجاوزات خارج اللجان بين أنصار المرشحين، وتم اتخاذ إجراء قانوني الصارم والحاسم معه فورا. لن نسمح ولن نعطي فرصة لكل من يحاول أن يعرقل العمليات الانتخابية لحين انتهائها بالكامل. الأمور تسير على ما يرام. نسبة الإقبال اليوم شهدت زيادة عن أمس وزيادة عن الصباح، وأعتقد أننا خلال الساعات القادمة هيبقى فيه إقبال ملحوظ إن شاء الله بإذن الله.